السلام عليكم. وقف مدير شركة سوناطراك على إشغال نتاع المحطة لتحلية المياه البحر بولاية بجاية بمنطقة تيغرنت، واللي كما نعلم أنه سوناطراك هي المكلفة بالأشغال يعني تاع هذه المشاريع نتاع تحلية مياه البحر بواسطة واحدة من فروع سوناطراك اللي هي AEC، مؤسسة تاع تحلية المياه البحر. هذه المؤسسة اللي يعني تتفرع من المجمع سوناطراك وهي اللي تسير، كما هي سونال غاز هي ثاني فرع من فرع سوناطراك. فاذا فيه زياره نتاع المدير العام لشركه سوناطراك الى مشروع نتاع تحليه مياه البحر في ولايه اذن بجايه، واللي العلم انه هذا المشروع راه يعني يعرف وتيره متسارعه جدا، لانه الهدف هو يعني الاستكمال الاشغال مع نهايه هذه السنه، وفيه يعني عمل تاع ثلاث فرق تتناوب على 24 ساعه على 24 ساعه على هذا المشروع. يعني مشروع كهذا يشغل ما لا يقل عن 900 عامل، وثلثهم هم اطارات ساميين ومهندسين. يعني باش نعطوا فكره عن ضخامه المشروع، يعني 900 عامل هي عدد كبير جدا، 900 عامل في مشروع واحد، هذا يدل على ان المشروع ضخم، ويعني بسواعد جزائريه انه كل هذه المشاريع، في خمس مشاريع الان على طول ساحل المتوسط، كلها خمس مشاريع هذه كلها من انجاز شركه AEC الجزائريه 100%. اذا ان شاء الله تكون فيه تجربه، الجزائر تكتسي هذه التجربه وتصدر هذه التجربه، لانه فيه اخبار انه فيه يعني اتصالات مع تونس لكي يعني تكون فيه شراكه جزائريه تونسيه لانشاز هذه المشاريع نتاع تحليه المياه في البحر في تونس مع الشركات الجزائريه AEC. اذا ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.